ظاهرة الإرهاب في اليمن وما تحتويه من خفايا وألغاز حيرت الكثير من المتابعين والمتخصصين في مكافحة الإرهاب وتحليل سلوكياته، فلم يعد الأمر مفهوما من يحرك ورقة الإرهاب ومن يتحرك معها أو بها، لكن التساؤل العريض هو كيف تعامل نظام المخلوع علي عبد الله الصالح مع ملف الإرهاب ومكافحته، وكيف رفع هذه الشماعة بوجه الخارجي للابتزاز والحصول على الدعم المالي واللوجستيك، كيف أجاد فن لصق تهمة الإرهاب بخصومه السياسيين، الأمر الذي جعل الإرهاب يظهر أنه ورقة من أوراق الصراع السياسي في اليمن. وعلى الطرف الآخر من القضية طروف معقدة ومتداخلة مع بعضها البعض أسهمت في تنامي ظاهرة الإرهاب في اليمن وقفزت بها إلى مشهد الأحداث، وإن كانت هذه الظروف اقتصادية أو ثقافية أو طائفية فإن الظرف السياسي الذي تمر به اليمن وقيام الحوثيين والرئيس المخلوع صالح بالانقلاب أوجد بيئة مناسبة لتوسع رقعة الإرهابي وتزايد عملياته. وبين ثنايا هذا المشهد تظل قضية الانسجام بين الانقلابيين والإرهاب بارزة من خلال ادعائهم لوجوده في بعض المناطق حجة لشن حربهم على الشعب تحت شعار محاربة الدواعش، تبقى المصالح مشتركة بين الطرفين عندما يؤدي الإرهاب الغرض المطلوب منه، ويكون الوجه الآخر للميليشيا الإنقلابية يرفض حينها الإنقلابيين أبسط إشارات الإدانة أو التنديد للإرهاب ولو بكلمة واحدة. أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى الحلقة الأولى من برنامج بين قوسين، وبين قوسين نضع قضية مكافحة الإرهاب مشاهدين الكرام أمامكم ومع ضيوفنا في الاستوديو العميد محمد المرفدي المتخصص في مكافحة الإرهاب، وعبر الهاتف ينضم إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية من واشنطن الأستاذ والكاتب والمحلل السياسي أحمد الصالح العولقي، وعبر الهاتف أيضا ينضم إلينا العميد أحمد الزين الربيعي المتخصص في مكافحة الإرهاب. مشاهدينا الكرام نذكركم بأبرز محاور حلقتنا لهذه الليلة. مكافحة الإرهاب في عهد نظام المخلوع علي عبد الله الصالح شماعة لابتزاز العالم. الإنقلابيون والإرهاب مصالح متبادلة وظروف مناسبة للانتشار. طبيعة الإرهاب في بلادنا تأثير على العالم أم تأثر فيه؟ كذلك المحور الرابع والأخير الحكومة والأجهزة الأمنية مواجهة حقيقية لا تقبل التهاون. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود. التضحيات الجسيمة التي يقدمها شعبنا اليمني ومقاومته الباسلة ومنتسبو أجهزته الأمنية والعسكرية لن تذهب سدى، بل سيكون ثمنها باهظا على اجتثاث تلك العناصر الإجرامية من الخلايا الإرهابية ومن يقف وراءها، والتي تحاول عبثا تعكير صفو أمن اليمن واستقراره. رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي. أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى إلى برنامج بين قوسين، ونحن مثل ما تحدثنا معكم في الحلقة الأولى ونبدأ أول سؤالنا مع ضيفنا في الاستوديو بعد الترحيب العميد محمد المرفدي المتخصص في الشؤون الأمنية. البداية سيدي الكريم،
ما هو الإرهاب؟ المشاهد ونحن والجميع نريد أن نفهم ما هو الإرهاب خاصة في اليمن. نريد تعريف لو بسيط وفق ماهية الإرهاب في بلادنا. تعريف الإرهاب يعني ليس تعريف محدد متفق عليه على مستوى الدولي، ولكن هو أي عمل يؤدي إلى خلق رعب وخوف بين أوساط المجتمع من أجل يعني فرض أهداف سياسية معينة. هذا في حال أن تكون هذا العمل الإرهابي من قبل منظمات محددة، وهناك شكل آخر من الإرهاب، الشكل المنظم من قبل الدولة ذاتها في بعض المناطق أن تقوم بأعمال إرهابية طبعا كلعب استخبارية وغيرها، بهدف أيضا فرض رأي عام وهكذا في اتجاه يخدم مصلحة القوى المتنفذة في هذا المجتمع أو الآخر. نعم، هذا كتعريف للإرهاب. هذا تعريف مهني أو متخصص، يعني لكن مختصر وفق قراءتك للوضع في اليمن، إيش هو الإرهاب في اليمن؟ الحقيقة يعني سبق أن أشرت، كل من يقول يرمي على الآخر إنه هذا إرهاب. هل كل ما يحدث من تحرك هو إرهاب مع أو ضد؟ كلنا إرهابيين أو كلنا لا إرهابيين؟ يعني الخصام السياسي يعني يجعلنا نربي بالتهم يسار يمين، ما الذي يحدث حقيقة؟ يا حقيقة في اليمن المعروف أنه السلطة قبل النظام في النظام السابق بنظام يعني ما أصبح يسمى النظام المخلوع علي عبد الله صالح، استخدم هذه الورقة، استخدمها في حرب 94 أو في الفترة ما بين بعد الوحدة مباشرة ما بين عام 90 وعام 94 من خلال كسب ولاء العناصر المتطرفة الإرهابية في للسيطرة على النظام، العائدين من أفغانستان اللي أعطالهم الرتب العقيد بشكل عام، العائدين من أفغانستان وبعض الحلفاء السياسيين ذوي الأطماع للحلول في المنصب. يعني عند الوحدة تمت يعني معروف أنه كان هناك شريكين في الوحدة متمثلة في المؤتمر الشعبي العام، والطرف الآخر متمثل في الحزب الاشتراكي القادم من الجنوب. ومن ضمن هذا الصراع استخدم هذه الورقة أيضا في عمليات اغتيالات اللي طالت حوالي أكثر من 150 أو حدود هذا قبل حرب 94. أنا أتكلم استخدم الإرهاب يعني ضد الخصوم الجنوبيين، لكن بعد 94 ظهر الإرهاب بشكل متفجر. عندما استخدمهم هو طبعا قلبهم وأعطاهم بعض المناصب وبعض التعيينات في بعد 94 وطبعا ووعود لهم أيضا، لكن شاءت الأقدار أنه بدأ يتنصل من بعض الأشياء بدخول شركاء آخرين، منهم التجمع اليمني للإصلاح ومنهم بعض الأحزاب الصغيرة هكذا في العملية السياسية. طبعا بالإضافة إلى بدأ يتنصل لأنه كان يريد أن هو استغلهم لظرف معين في القضاء على الشريك في الوحدة، وبعد كذا بدأ يتراجع عن هذه المسألة للدخول في مسألة السيطرة على والتفرد في الحكم. طيب ننتقل للأستاذ أحمد الصالح العولغي. مشاهدنا الكرام معنا عبر الهاتف من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي أحمد الصالح العولغي. أستاذ أحمد نرحب فيك في برنامج بين قوسين، وحقيقة السؤال الذي أود أن أطرحه عليك، ما هي الملامح السياسية الأمريكية الجديدة تجاه مكافحة الإرهاب في اليمن؟ هناك كثير من يتحدث أنه في تغير جذري عن سياسة الرئيس أوباما إلى سياسة الرئيس ترامب، فما هي ملامح هذه السياسة؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا، أسعد الله مساءكم ومشاهدين الكرام. وأنا في الحقيقة سعيد جدا لأن أشارك على قناة عدن، هذه القناة التي تعز علينا كثيرا، والتي أتمنى بأن تعود استوديوهاتها وبثها قريب العاجل إلى العاصمة عدن بإذن الله. بخصوص سؤالك، في الحقيقة أنه الإدارة الأمريكية هي عبارة عن مؤسسات كدولة،
وبالتالي في مكافحة الإرهاب هو يعني نمط أساسي بالنسبة لكل حكومات متعاقبة. تختلف بعض الطريقة أو الآليات نوعا ما. الزخم الذي يحصل عليه الرئيس من فرق بين الجمهوري والديمقراطي، لكن في الأخير يظل الهدف هي مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، والتعاون مع الدول التي تكافح الإرهاب على وجه الخصوص اليمن، وعلى تواصل كبير جدا مع الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الربه منصور هادي. لكن ما يحصل اليوم في داخل الأروقة الأمريكية هو أن هناك أيضا تباينات سياسية بين القوى السياسية في أمريكا، وبالتالي هذه الانعكاسات تسمعني؟ نعم أسمعك، أسمعك جيدا. نعم، فهذه التباينات السياسية بين القوى الأمريكية تحدث نوعا ما بعض ردود الفعل عند وجود أخطاء، أو لا سمح الله يعني تحصل بعض الأخطاء في المدنيين، أو حتى سقوط بعض الضحايا الأمريكيين مثلا في الإنزالات الجوية وغيرها لاستغلالها في القوى السياسية الأمريكية، لكن تظل مكافحة الإرهاب هي عنوان كبير جدا تتفق تحته كل القوى السياسية الأمريكية. بالنسبة اليوم للإدارة الجديدة بقيادة الرئيس ترامب، طبعا شعارها الأساسي مكافحة الإرهاب، وكان خطابه الأول في الكونغرس حول هذا الموضوع وتكلم بشفافية مطلقة وذكر اليمن بهذا الخصوص تماما. هناك يعني الحكومة بحاجة إلى مزيد من التنسيق الحقيقي، تفادي أخطاء الماضي التي حصلت، أخذ دروس وعبر من إشكالية التعاون مع نظام المخلوع صالح ودولته العميقة التي كان يستغفل العالم ويحاول استغلال الدعم الذي حصل عليه لاستغلاله لتمكينه وبقائه في السلطة، وتخويف العالم بهذه الفزاعة والتي من خلالها استطاع أن ينشر الإرهاب ويوسع نفوذه ويجعل له أهداف كبيرة جدا، وكان يحاول استغفال العالم من خلال هذا الأمر بصفته لديه الدولة العميقة، الأجهزة الأمنية والعسكرية والإعلامية وغيرها من هذه الأمور، رغم الدعم الذي وفر له، وهو دعم كبير جدا بالمناسبة. كبير وهنا جداً وهنا جداً وهنا أستاذ أحمد، عذرا للمقاطعة، يعني أريد أن أسألك يعني كيف استفاد المخلوع علي عبد الله الصالح خاصة من بعد أحداث سبتمبر 2001، كيف استفاد مما قدمه له الأمريكان والأوروبيين وكذلك المحيط العربي الخليجي في موضوع مكافحة الإرهاب، وكيف سخر هذا الدعم وهذا المساندة القوية؟ في الحقيقة هذا سؤال جميل. كثير من الناس يظنون أنه الرئيس المخلوع، أو يقولون هكذا باللهجة العادية، أنه الرئيس المخلوع استطاع أن يضحك على أمريكا وعلى دول المنطقة والإقليم، لكن ما حصل في الحقيقة دول العالم وأمريكا على وجه الخصوص ليست غبية للدرجة التي يضحك عليها علي عبد الله صالح، لكن ما حصل أن الرئيس المخلوع يمتلك دولة كاملة وأجهزتها العميقة ولا سيما الأجهزة الاستخباراتية. ما حصل بأنه استطاع هذا المخلوع أن يتعامل بازدواجية كدولة، واستطاع أن يعمل أيضا ضمن هذه العصابات، يعني كان هو جزء منها، وبالتالي كان يزود الأمريكان بمعلومات صحيحة عن أحداث عمليات أو عن أشخاص أو مطلوبين أمنيا، وبعد ذلك يثبت لهم بأنه تم القبض عليهم أو أنها ستحدث عمليات، وهو كان مخترق لهذا الأمر. وهذه ما خلقت له مصداقية نوعا ما أمام هذا أمام الزخم في الدعم، وحصل استطاع أن يستفيد من هذا الأمر. عندما تمتلك أنت أجهزة الدولة كاملة العسكرية والأمنية والاستخباراتية وكل أجهزة الدولة كاملة بيدك، وتحاول أن تستغلها في طرفين متناقضين، يعني تعرف المعلومة الحقيقية أو تكون أنت منتج لها، أنت منتج لها ومن ثم تسوقها لتخوف العالم واستخدامها فزاعة. وهذا ما استطاع المخلوع من استخدامه، وضر الشعب اليمني في الحقيقة، وأساء سمعة اليمن، وخلق إشكاليات كبيرة جدا، وخسر الشعب كثير جدا. هناك أخطاء فادحة حصلت بسبب معلومات التي زودها الأمريكان، وحصلت هناك الأخطاء البشرية الكارثية. لهذا نحن اليوم يعني نتمنى بأن تكون الحكومة تقوم بدورها الحقيقي في إظهار الصورة الحقيقية، لئلا يستغل علي عبد الله صالح رئيس المخلوع أيضا الدولة العميقة التي أزال يملك جزء من أدواتها في بعض الأجهزة الاستخباراتية، لأن الأمريكان بالمناسبة يتعاملون مع المعلومة كمعلومة، يعني إن صدقت تعاملوا معها لا يهم مصدرها. فبالتالي يجب على الدولة أن تمسك بكافة تلابيب الأمن والاستخبارات العسكرية والأمنية، ومحاولة إعطاء المعلومات الحقيقية بالشكل الصحيح في المكان الصحيح في التوقيت الصحيح، حتى يكون علي عبد الله صالح ليس له أي قيمة حقيقية، وتقوم الدولة بدورها حتى يستطيع الأطراف الدولية وعلى وجه الخصوص الأمريكيين في الثقة الحقيقية عندما تزودهم معلومة حقيقية وتؤدي إلى نتائج حقيقية ملموسة على الأرض في استهداف مطلوبين أمنيا سواء للأمريكيين أو حتى اليمنيين. لأنه بالمناسبة يفترض بأن تكون مكافحة الإرهاب عبارة عن عمل مشترك، يعني يفترض أن لا يكون أي شخص مطلوب لأمريكا إلا بأن يكون مطلوب للحكومة الأمريكية.
طيب. لأنه هذا الموضوع فيه التماس كبير جدا، ويجب أن تؤخذ فيه كافة المحاذير القانونية المحلية للقانون اليمني القائم حتى لا تدخل الحكومة في أي إشكاليات قانونية في المستقبل، لأنه أي أخطاء أيضا بالمناسبة تتحملها أيضا الأجهزة المزودة لها والحكومة على وجه الخصوص. طيب. لهذا يجب تكبيل، لأنه الرئيس علي عبد الله صالح المخلوع يجب إثبات اليوم، الحكومة أن تثبت بما كان يفعله في السابق وأن ترفع عليه قضايا حقيقية في هذا الخصوص، لأنه هذا الموضوع، هذه جرائم قتل وجرائم دماء ناس لا تسقط بالتقادم. أما الإرهابيين فالجميع ضد الإرهاب، جميع ضد التطرف، الجميع ضد هذه العصابات، وأول من تضرر منها بالمناسبة وأكثر، أول وأكثر من تضرر منها هو نحن الشعب على وجه الخصوص في المناطق الجنوبية. طيب. مثل ما رأى الجميع. طيب، يعني الكلام، يعني لنا حوار طويل معك بهذا الموضوع، ابقى معنا عبر الهاتف. سأتوجه أيضا إلى الأستاذ أو العميد أحمد الربيعي المتخصص بالشؤون الأمنية. مرحبا بك سيادة العميد. أهلا ومرحبا أخي غسان، أحييك وأحيي طاقم البرنامج جميعا. أهلا وسهلا، وأحيي ضيوفك الكرام من أمريكا ومن الأخ محمد المرفدي. أهلا وسهلا فيك. معنا الأخ العميد محمد المرفدي، وكذلك معنا من واشنطن الناشط السياسي والكاتب المعروف أحمد الصالح العولقي. حقيقة سيادة العميد أحمد زين الربيعي، وأنت رجل أمن متخصص، ما هي أبرز الوسائل والطرق لمكافحة الإرهاب؟ يعني الإرهاب كالرمال المتحركة ليس جيشا، ما هي الطريقة المناسبة؟ والله أنا بندخل بطريقة مباشرة، ورغم أني أنا ما سمعت حديث الأخ أحمد الصالح الناشط السياسي في أمريكا، ولكن رحنا بندخل معك. هناك الحقيقة برغم الانتصارات التي تحققها في المحافظات المحررة من قبل الشرعية وجيش الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الجنوبية، فهناك رغم هذه الانتصارات إلا أنها كانت تنقصها حاجة واحدة، وهو أنه لا يلازمها العمل الاستخباري في مسح مجال المسؤوليات وتحديد مراكز الثقل للعدو وتحديد، يعني العمل الاستخباري، العمل الاستخباراتي هو الخطوة الأولى والأساسية في مكافحة الإرهاب. وطبعا هو هذا، لأنه إذا ما تعرف إمكانية العدو وإيش بيخطط وإيش بيصلح، أنت أصبحت زي بابور الحريق، كل ما سمعك عن حريقة راح تطفها، لكن هذا ما عادوش عمل، يعني عمل استخباري، هذا عمل جنائي، يعني يسمى عمل جنائي. لكن إذا أنت مثلا مجال مسؤوليتك مديرية معينة لا تستطيع أن تمسحها، وتعرف أين موجود العدو، وين مراكز ثقله، وين مؤثر، وين مش مؤثر، ها، وكيف تستطيع أن تخترقه، هو اللي بيبني عليه، هو اللي بإمكانه أن يخترقك ويعرف كل حركاتك وكل إجراءاتك ويسبقك في حاجة. وضحت الصورة سيادة العميد، وضحت الصورة، وهذه ما أنا كنت أريد يعني فعلا أن تتحدث فيه، يعني وأن يعلمه المشاهد أن العمل الاستخباراتي هو الخطوة الأولى في المكافحة صحيح للإرهاب. لكن أنا أريد أن أسألك سيادة العميد أحمد الربيعي، هل يوجد إرشيف لدى مثلا الأمن القومي يحدد أو يؤرشف يوثق من هؤلاء الإرهابيين، مصادرهم، تمويلهم، اتجاهاتهم؟ عملية مكافحة الإرهاب قربت على 20 عام في اليمن، هل يوجد إرشيف؟ هل توجد معلومات في الأمن القومي؟ هل هذا الإرشيف ذهب مع عمار صالح المخلوع؟ هل ما زال موجود؟ من الذي يسيطر على إرشيف المعلومات لهذا الموضوع؟ أنا في اعتقادي إنه كل الأرشيف زي ما أشرت له إنه ذهب مع عمار صالح ومع علي عبد الله صالح، لأنه هو اللي استفاد من 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 دعم الدول الأوروبية وأمريكا والدول الجوار في مكافحة الإرهاب تحت هذه التسمية، بينما هو نفسه المصدر للإرهاب والباني للإرهاب، هو اللي استقبل الناس العايدين من أفغانستان وأعطاهم الرتب العسكرية وسخرهم، وهم اللي قاموا في شغل في بناء خلايا استخبارية، خلايا معادية داخل كل حي سكني وداخل كل هذا. لكن أنا أطرح سؤال على نفسي وعلى المجتمع، يعني ليش مش موجود في أماكن أخرى؟ ومنين هو مدعوم الإرهاب؟ طبعاً معروف منين مدعوم. طيب. أكثر ما هو مدعوم هو من إيران. طيب سيادة العميد كونوا معنا، ابغى معنا عبر الهاتف. أعود أنا لسيادة العميد محمد المرفدي هنا في الاستوديو، وأدرك أن لك ربما تعقيب على ما سمعت سواء من الصالح العولغي أو من أحمد الربيعي، لكن هو تحدث عن العائدين من أفغانستان، وبالتالي
أسامة بن لادن زار اليمن، والبلدان التي تنقل فيها أسامة بن لادن هي بلدان ربما محدودة، لا تتجاوز 7-8، لو قلنا 10 بلدان بالكثير، وبالتالي ما دلالات أن يزور زعيم تنظيم القاعدة إلى اليمن في ذلك الظرف، ربما في 1992؟ بالنسبة لأول زيارة كانت لأسامة بن لادن اليمن هي في عام 1992، وتحديدا كانت له لقاءات عابرة مع بعض الرموز التي كانت طبعا سابقا في أفغانستان، ولحق ذلك أيضا تنسيقات مع المخلوع ورموز نظامه، ورموز نظامه الاستخباري. وكان هذه اللقاءات هي اللي مهدت كيف يستفيد من هذه العناصر في الحرب الذي طبعا في 94 الذي شنه، وعلى أثره يعني سقط الوحدة، وأيضا نشأت عنها حالة من السيطرة المطلقة بيد علي عبد الله صالح، ويعني شلت القوى النفوذ في المنطقة في اليمن. فيما يتعلق بأيضا كيف هو استطاع أن يستفيد من هذا القضية الدولية التي طبعا تطورت في عام 2000 وبعد أحداث سبتمبر، إلى استغلها. طبعا في كثير من الأدلة على هذا الكلام. فيما يتعلق بالجهاز الأمن القومي، هو أنشئ بعد كذا يعني أيضا في هذه الفترة من أجل أن يصبح عائلي، نظام استخباري عائلي، جهاز الأمن القومي. وطبعا نشوء جهاز الأمن القومي كان هو الوكيل عمار محمد عبد الله صالح طبعا، لكن هناك شخص على أساس أنه اللي هو الآن يعني، لكن هو فعلا ليس اللي يدير الجهاز فعليا أمن قومي، ما أيوة. في شخص بالضبط هذا الجهاز طبعا بعد أحداث سبتمبر أصبح له صلة وعلاقات بكل الأجهزة الاستخبارية الخارجية، مع يعني الارتباط بأي أحداث وأي تصنيفات لقوى الإرهاب على مستوى العالم بشكل عام. لأنه كما نذكر حينها بأنه كان هناك من ليس معنا فهو ضدنا، حسب مقولة بوش فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب. طيب. العميد الربيعي يقول أنه يعني استفاد المخلوع علي عبد الله صالح من إرشيف الأمن القومي وهو أخذه معه، هل أنا أعطيك دليل الحكومة الحالية هل توجد لها إرشيف متكامل عن هذا القضية مثلا الإرهاب وتحركاته طبعا كأشخاص طبعا، وبالتالي كيف تنظر لها هذا الموضوع؟ هل 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 نحن بنبني من جديد الآن الحكومة الشرعية؟ لا، أنا أشتي أقول لك أولا فيما يتعلق كإرشيف كأسماء كجماعات طبعا هذا موجود بشكل عام. ايوه موجود، هذا بحكم تطور التكنولوجيا، رغم انها يعني نهبت هذه المقرات التابعه للامن السياسي والامن القومي في المحافظات، بعض المحافظات المحرره، لكن بقيت برضه بعض القيادات التي لديها يعني وسائل تقنيه حديثه تحتفظ لها بهذه الاشياء. وطبعا على ما يعني عندي معلومات مؤكدة من أنه جهاز الأمن القومي لديه أيضا نسخ الحان، وكذلك الأمن السياسي لديه إيش؟ نسخ في هذا الجانب. لكن أنا بعطيك مثال بسيط جدا، الجهاز الأمن القومي والاستخباري في صنعاء ما زال يتعامل مع الاستخبارات الغربية بشكل عام والأمريكية بالذات، جهاز الأمن القومي الخاضع للإنقلابيين والحوثيين. نعم، وأكبر دليل أقدر أقدمه لك الآن أنه يعني مع نهاية العام الماضي يعني 2016 في شهر أعتقد نوفمبر إذا لم يخن نهاية العام، أضافت الاستخبارات الأمريكية اسم الشيخ الحسن علي أبكر إلى قائمة المقاومة. إلى قائمة أيوه، لأنه هو قائد المقاومة. فعلى أي أدلة جاءت هذه؟ يعني رغم أنه الجهاز هذا مش جديد، الذي طبعا حاول ينسق من أن يضم هذا الشخصية المقاومة، جهاز الأمن القومي موجود يمكن من خلال أيوه أنا أعطيك مثال. إذن هو يستخدم كل المعلومات المخزونة لمصلحة أيضا الصراع الموجود الحالي. نفس الكلام
كمان تذكر نذكر يعني الآن أنه الأحداث اللي جرت قبل حوالي شهر ونص في منطقة يكلا برداع محافظة البيضاء الأخيرة اللي يعني مر يعني هناك عمليتين، بس العملية الإنزال الأولة اللي كانت على منطقة يكلا، وهكذا المعلومات أجت من أجل أيضا من قبل نفس الجهاز اللي يخدم المخلوق وهذا يدلل. انا اعطيتك يعني رمزي، بينما انا اشي اقول لك انه في كثير من الادله من عام 2011 وهذا ما حدث ايضا في بالنسبه للابين. ونفس الكلام عندما يعني اصول عناصر القاعده الشكليه طبعا الذي طبعا هم على تنسيق مع نظام المخلوق في الاستيلاء على المكلا، لكن نفس الدليل انا اشي اقول لك فين العمليات الارهابيه التي تقوم بها هذه المنظمات سواء باسم القاعده في اليمن او باسم داعش في اليمن، نجدها في المناطق المحرره التي طبعا من اجل هذا الكلام. طيب انا ساذهب الى الكاتب والمحلل السياسي احمد صالح العلغي. حقيقه استاذ احمد، هل توجد رقابه أستاذ أحمد الصالح العولقي على عملية مكافحة الإرهاب في اليمن من قبل الجانب الأمريكي على وجه التحديد؟ يعني هل تساءل الأمريكان يوم من الأيام كيف تمكن مجموعة من الإرهابيين من الهروب من سجون الأمن السياسي في صنعاء عبر الحفر بالمعالق لمسافة لا تقل على كيلومتر؟ العزيز الفاضل، يجب أن الإرهاب في الأساس المشكلة الحقيقية هي أن لدينا مشكلة كبيرة جدا في تعريف الإرهاب. الإرهاب التي تصنفها أمريكا مختلف تماما عن ما هو إرهاب حقيقي موجود. يعني الإرهاب الذي تصنفه أمريكا هو جزء من الإرهاب الحقيقي. الإرهاب الذي موجود في اليمن اليوم، أول إرهاب وأكبر إرهاب، هو إرهاب الحوثي والإنقلاب والميليشيات الحوثية وإرهاب الرئيس المخلوع. هذا إرهاب. الإرهاب هو قتل الناس بغير حق، بعيد عن موضوع أيديولوجياتهم ومذاهبهم وأحزابهم وانتماءاتهم، هذا إرهاب. لكن أن تصنف الانتقائية في تصنيف الإرهاب ومن هو الإرهابي الذي يهدد أمريكا فقط أو يرفع شعار يعني أنه لأمريكا ومش عارف إيش، هذا كلام غير مقبول أبدا. يجب أن تكون هناك نقطة التقاء حقيقية بين الحكومة اليمنية الشرعية اليوم وبين أمريكا والدول الغربية المكافحة للإرهاب، لأن الإرهاب لا يتجزأ، كله لا يتجزأ. من يقتل الناس خارج إطار القانون بالسلاح أو بالكلمة أو بغيرها من هذه الأمور، هذا يعتبر إرهابي في كل النصوص ويجب محاربته. الميليشيات الحوثية وإصابات رئيس المخلوع هي أكبر إرهابا ودمارا في المنطقة. ما قتلوا الحوثيين، والجميع يعلم ذلك، ما قتلوا الحوثيين والصالح من المواطنين الأبرياء وحصارهم وتدميرهم وتجنيد الأطفال أكثر بعشرات مئات الأضعاف مما قتلته القاعدة وداعش، وكلهم إرهابيين. فبالتالي يجب أن يكون الحكم عادل في هذا الموضوع. الحوثي هو وجه الحوثي وصالح هم الوجه الأساسي ومنبع القاعدة، وهم من فتح مجال حقيقي لهذه التنظيمات الإرهابية والمتطرفة. بلادنا في الأساس المجتمع اليمني والجنوبي على وجه الخصوص لا يقبل الإرهاب، هو أكبر متضرر من الإرهاب على كل أصعدته. لكن هذه الإصابات تمارس القتل وتمارس التنكيل وحصار الناس وتجنيد أطفال وتجويعهم وقطع الأغذية والأدوية عن المستشفيات وعن الناس المحاصرين في تعز وفي تلك المناطق، هذا ما يسمى، هذا إرهاب من الدرجة الأولى، ويجب أن تطبق عليه القواعد الأمريكية والأوروبية وكل دول التي تكافح الإرهاب مثل ما تطبق على قاعدة والداعش، لأنه الإرهاب هو القتل خارج إطار القانون، هذا هو الإرهاب. فبالتالي أن نصنف جماعات لأنه لدينا مشكلة معها وجماعات لدينا تقارب معها لأنها تقتل هناك وهنا، هذا موضوع ليس حقيقي في مكافحة الإرهاب. يجب أن تعاود صياغة تعريف الإرهاب بين الحكومة اليمنية وشركائها حتى تكون صورة واضحة تماما، ويتم مكافحة الإرهاب ككل. انتقاء الجزئيات من الإرهاب يخلف إرهاب ويولد إرهاب آخر ويولد أعداء حقيقيين، ونحن لسنا بحاجة إلى توليد وتفريق إرهابيين من أي نوع ومن أي مذهب ومن أي جهة كانت. حول موضوع ما حصل في الفترات السابقة للرئيس المخلوع من تهريب للسجناء والإرهابيين، لا أقصد على الرقابة من قبل الإقليم ومن قبل الجانب الأوروبي والأمريكي، يعني من كبار وأخطر العناصر الإرهابية يتم تهريبهم وبحجة لا يمكن أن يقبلها عاقل هي أنهم حفروا بالمعالق. لذلك هل هناك من رقابة كيف يكافح الإرهاب في اليمن؟ في الحقيقة أنه الدول الشريكة لليمن في مكافحة الإرهاب لا تدير عمليات مكافحة الإرهاب على الأرض بشكل فردي مثل ما تشارك مع الحكومة، وهي تتيح هذه الفرصة للحكومة المحلية في الأرض. وبالتالي
هي مضطرة بأن تتعامل معهم بناء على ما يقولون، لكن يجب على الشركاء، هي لا توجد رقابة، حول جواب لسؤالك، لا توجد رقابة حقيقية، توجد شراكة ويوجد هناك تعاون في تبادل المعلومة وتنفيذ المهمات في تعقب الإرهابيين المتطرفين، لكن لا توجد رقابة حقيقية، لأنه هذا تراه الحكومة اليمنية سابقا بأنه انتقاص من سيادتها ولن تسمح به. لكن كان بإمكان الشركاء الحقيقيين أن يدركون ما يحصل بشكل صحيح وأن يرون الصورة بوضوح تام ويحكموا عليها، لأنه ليس من المعقول ما حصل الفترات السابقة حول حروب يعني هروب الإرهابيين والمتطرفين ووجودهم في أماكن يظهرون ويختفون متى ما أرادوا ويسيطرون على محافظة، يعني في أبين مثلا في 2011 أيوه. ظهروا فجأة هكذا في أمام الناس وأمام العلل يسيطروا على أبين ثم يدمرونها، ثم ظهروا في المحفظ، ثم ظهروا في عزان، ثم ظهروا في مناطق أخرى، لا يظهرون إلا في مناطق يحددها النظام، يعطي مساحة فيها ثم يحدد الناس، ثم يحدد لهم من هو العدو، ثم يحدد ماذا يريد أن يعملوا، ثم يحدد ماذا يريد من طلبات لإقلاع الإرهاب، ثم في لحظة يختفون. هذا لعب وضحك وإشكالية طيب كبيرة طيب جدا طيب لدى الشركاء اليوم. نعم. اليوم اليوم هي فرصة كبيرة اليوم أمام هذه الحكومة. رأينا نحن في الحقيقة من السلطات المحلية الأمنية على وجه الخصوص في العاصمة عدن، عندما استلموا النظام الحكومة بعد تحرير عدن كان الإرهاب يعبث بها يمينا ويسارا، ومن ثم خلال السنة الماضية الحمد لله يعني رأينا نتائج إيجابية حقيقة جدا، رغم التعاون الأمريكي الذي لا يذكر تماما في هذه المرحلة. كان هناك تعاون من دول التحالف على رأس الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب، واستطاعوا تأمين عدن عندما كانت تلك الجماعات تعبث بها والمناطق المجاورة لها، ومن ثم الحج والآن أبين وبعض المناطق الأخرى. بالتالي الحكومة اليوم أمام فرصة تاريخية كبيرة جدا في خلق شراكة حقيقية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الشركاء في مكافحة الإرهاب، لإيجاد صيغة حقيقية من التعاون لمكافحة هذا الداء الفتاك الذي ضر الشعب اليمني قبل أن يضر أمريكا. طيب. هذه فرصة كبيرة جدا لإثبات الحكومة اليمنية أمام تحدي كبير جدا، يجب استغلال هذه النقطة اليوم حتى أنه هذا الموضوع يساعدها في إثبات شرعيتها. بمناسبة يعني عندما تثبت الحكومات المحلية والحكومة الشرعية اليوم أنها شريك أساسي في مكافحة الإرهاب، تستطيع دول العالم على رأس الولايات المتحدة الأمريكية إعطاها السلم المطلقة في أنها شرعية حقيقية وأنها ليست بحاجة إلى أي طرف آخر لمساعدتها في تعقب الإرهابيين أو مكافحة الإرهاب. طيب ابقى معنا أستاذ أحمد، بقي هناك الكثير من الحديث اللي نريد أن نتناقش معك. أذهب إلى الأستاذ أو العميد أحمد الربيعي، إن كنت تسمعنا سيادة العميد أحمد الربيعي. حقيقة الإرهاب في بلادنا أو الإرهاب في اليمن حقيقة، هل هو ناتج عن فكر متطرف ديني يعني بحت صرف، أم أن هناك أجندة تتحرك وتحرك هذا الإرهاب، وكذلك ظروف معينة يعني من خلال خبرتك ومعرفتك في هذه الأوضاع وبعض تفاصيلها؟ أقول لك الحقيقة في اعتقادي أنه الفكر المتطرف اللي يزرعونه في الشباب هو كقاعدة أساسية، لكن كيف يستطيعوا أن ينجحوا بين أوساط الشباب هي ظروف اجتماعية أخرى، كمثلا البطالة أو كمثلا اللي هو حاصل الآن مثلا يعني سوء وجود الخدمات، يعني يستغلوها خاصة في المناطق الجنوبية، يعني ما فيش رواتب، يعني ظروف أخرى، يعني عناصر لها سوابق في الشبهات، يعني سريعة الاستقطاب. بكل بشكل عام أنا أقول لك في ظروفنا في الجنوب وفي اليمن بشكل عام هو منطقة خصبة قابلة للاستقطاب بكل سهولة للأفكار المتطرفة والإرهاب سواء كان قاعدة أو داعش. طيب. ناهيك عن وجود ما هو موجود من أول، وهذا يزيد فاقة. طيب سيادة العميد، حقيقة أنت أشرت والعميد المرفدي وكذلك العولغي إلى موضوع الجنوب، وكأنه يعني تجعلني أو تدفعني إلى أني أسألك توجه الأعمال الإرهابية جنوبا، يعني بعد خروج الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح وتحرير المناطق الجنوبية، يعني ما هو تفسيرك لهذا الموضوع أو لهذا الأمر؟ يعني ما هي نفس الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية موجودة في شمال اليمن وفي جنوب اليمن، لكن اندفاع الإرهاب بالمناطق هذه خلال هذه الفترة يجعلني أسألك لماذا؟ أنا بعطيك يعني خلاصة. نعم. أنه المناطق الجنوبية وضعها ما قبل الوحدة كان يختلف عن وضع الشمال. كيف يعني؟ اصلا كنا في نظام يعني ثاني وهم كانوا في نظام اخر. تمام. رحنا كان كل تركيزنا هو الملكيه العامه والناس تعتمد على رواتبهم. لكن هناك عندهم بالشمال كان عندهم امكانيه، العسكري العادي عنده يملك
يجي راتب او لا يجي، وما هو الا زياده الخير خير، يعتبرون الوظيفه الاقتصاد مفتوح، الاقتصاد مفتوح. ايوه يعني وظيفه فخريه بيعتبروها، لكن احنا وظيفه يعني وظيفه اكل، وظيفه لغمه طيب عين. هذا قبل الوحده يعني هذا العنصر. انا بعطيك برضه مثل اخر، مثل اخر. يعني انت تذكر ايام الدوري العشرين، الدوري الخليجي العشرين، خليجي العشرين يعني منطقه محافظه ابين كانت تحت سيطره القاعده، صح ولا لا؟ يعني وكانوا الناس يفكروا، وكانت الناس كانت المباريات، وكانت المباريات في ملعب حسان، كان جزء من المباريات في ملعب حسان في ابين، كان جزء من المباريات في ملعب حسان. جاء يعني علي عبد الله المخلوع نعلس الله عليه انه ايش يقول؟ قال خلاص احنا القاعده ما فيش اليوم، يلا وضعوا افتتحوا الدوري في معنى مباراة. الناس كانوا يفكروا المواطن العادي بالجنوب يعني قلقين على يعني الفريق اللي بيجينا من دول الخليج. نعم طيب، ويعني وكانوا هو كان عنده الامر عادي، وقفهم برومنت وافتحهم برومنت ويعني ولا بكلمه ولا زي ما هو كان الحروب السته. هذه هي لعبه استخدموها القاعده واستخدموا داعش، هي لعبه بجد المخلوع بيد الحوثيين بيد عناصر اخرى لا يسمع لنا ذكرها. طيب طيب ابقى معنا سياده العميد احمد زين الربيعي. بالعوده اليك سياده العميد، هل تحب تعلق على شيء معين؟ يعني فعلا انا اكرر لك نفس السؤال، يعني هو عزا موضوع التوجه الارهاب نحو الجنوب الى الظروف الاقتصاديه، انه كان الانسان مؤمن له رواتبه قبل الوحده، وتغير الوضع بعد الوحده، يعني لم تكن ذئب اكلتك الذئاب، وبالتالي نفس السؤال، الاسباب الحقيقيه لتوجه الارهاب الى المناطق الجنوبيه بعد تحريرها من الاحتلال الحوثي العفاشي. طيب انا اولا اشيد بما ذكره الاستاذ احمد الصالح حول مساله انه نشاط الانقلابيين هو اصلا نشاط ارهابي، سواء من حيث القتل، سواء من حيث تدمير المنازل وابتزاز والمساجد وبيوت العبادة، وأيضا كذلك يعني الحريات وغيرها من الأساليب الموجودة اللي تستخدموها الانقلابيين في تنكيل الشعب اليمني بشكل عام. بشاعة هذه الممارسات وكل هذا الجهد هو طبعا فعلا أنا أكد على ما ذكره الأستاذ أحمد بأنه هو ذا. كذلك بالنسبة للأستاذ أحمد زين ربيعين، فعلا نحن يجب أن ننظر إيش اللي موجود على الواقع، لماذا النشاطات الإرهابية ليست موجودة في مناطق التي لا توجد لها سيطرة للقوات الشرعية أو حيث السيطرة للإنقلابيين، لماذا لا توجد لها؟ بينما يعني هم انتقلوا باسم مكافحة الإرهاب ومكادواعش والتكفيريين، شفت كيف، في المحافظات في المناطق المحررة، بينما في المحافظة الأخرى التي سيطروا عليها يعني الإرهاب يعني هو شكل من أشكال تدل أيوة أنه يستخدم العناصر الإرهابية تستخدم للأهداف السياسية، يعني تم طردهم من المناطق الجنوبية، تستهدف يعني يرجعوا لهم بالقاعدة، تستهدف طبعا. أنا أشياء أقول لك أنه أنا ذكرت في البداية بأنه هو بعد قبل 94 وبعد 94 بقى على خيوط تواصل مع كل هذه العناصر الإرهابية خلال هذه الفترة اللي هي أكثر من 20 سنة. ألا تتوقع أنه قد متن العلاقة وأصبحت مصالح، متى يوجهها ومتى تتحرك؟ زي ما ذكر الأستاذ أحمد يعني ربيعي بأنه فعلا عندما كان المباريات الخليجي 20 والغريبة في مناطق القاعدة، أيوة، في والغريبة أن التفجير في نفس الوقت اللي كانت خليجي 20 استوى التفجير في الجوف، شوف، ولكن بنفس الوقت يعني سبحان الله، رغم انها منطقه، ايوه يعني انها منطقه قبليه، والنشاط الارهابي او جماعه الارهابي لا تنشط في المناطق اللي حيث تواجد القبليه، المعروف الاسباب انها تخلق ثارات وهلا مقرة، يعني انت قتلت واحد من القبيله الفلانيه قاعده وغير قاعده يقتلونك، بيصبح كذا يعني يصبح طيب ثارات يعني. طيب الاوجه والاقنعه التي يستخدمها الارهاب ويستفيد منها بحكم خبرتك، وكذلك هل الإرهاب يعني هل هي بس المسألة مسألة تفجيرات، هل هناك أنشطة تجارية استثمارية سياسية لا إعلامية طبعا يعني فعلا كيف يعني المنظومة؟ أنا بقول أنه أركان النشاط الإرهابي ليست فقط محصورة على مسألة القتل والتفجير فقط،
هذه هي النتيجة التي توصلها من أجل التخويف. لكن النشاط الدعائي الإعلامي التحريضي طبعا مستخدمين هم وسائل تكنولوجيا فيما يتعلق بإيصال المعلومات، فيما يتعلق ببث المقاطع الذي طبعا تكسب يعني من أجل كسب شباب الجانب الإعلامي، الجانب الإعلامي. وهذا مجال خصوصا في المجال الدعوي يفترض على الأجهزة الدولة الدول بشكل عام. طبعا أنا لا أتكلم فقط عن اليمن، لكن حيث يعني ما بتوجد دولة يعني منظومة متكاملة أو الدولة العميقة كما تسمى، المفروض أنه فعلا تكون في موجود هذا النشاط سواء في الجانب الدعوي وتزامن معه في الجانب الإعلامي، أيضا في الفكري. في نفس الوقت كمان هذا الجهد لمكافحة الإرهاب يجب أن يأخذ أيضا في مجال الاجتماعي، في المجال العسكري يجي له مكمل معك، في الجانب المالي كيف يعني يجب القضاء على ما نسميه أيضا ما يحصلوا عليه من أموال تجفيف منابع الإرهاب في الجانب من جانب المالي من الأرصدة وغيرها لهذا الجانب. طيب في نفس الوقت كمان لماذا أنا لو أعطيك مثال بسيط جدا، إذا عندك 10 حراسة أنت بحاجة لهم إلى مستلزمات ومواد يعني تغذية وأيضا تسليح وتدريب وهالمقرة، فما بالك بهذولا يعني الذي لديهم عشرات ونفس القضية على تواصل وعلى تدريب وعلى تأهيل وعلى وعلى وتوجيه وغيرها. إذن من فين هذه الإمكانيات المتوفرة لهذه العصابات إذا لم تكن من قبل هذه الأنظمة الفاسدة التي طبعا تستخدم هذه الجماعات؟ أنا لا ألغي أنه الإرهاب هو كله موجه من قبل أشخاص في جانب فكري، في ظروف زي ما ذكرها الزميل أحمد وأيضا أحمد زين أنه في الجانب الاقتصادي وفي الجانب الاجتماعي في ضعف تواجد الدولة خصوصا الحال حاليا الآن. طيب في اليمن نقف هنا، أنا موضوع ضعف تواجد الدولة أعود بالسؤال إلى الأستاذ أحمد الصالح العولقي. أستاذ أحمد الصالح العولقي، بالحديث عن ضعف الدولة ووجود الشريك، أن تحدثت على أنه يجب على الحكومة الشرعية أن تستغل الفرصة لتكون الشريك الحقيقي، وسيادة العميد أشار إلى أنه ما زال جهاز الأمن القومي يدار من قبل الإنقلابيين، يعني جهاز الأمن القومي يدار من قبل الإنقلابيين في ظل وجود حكومة شرعية. هل هذا ناتج عن ضعف في الحكومة؟ وهل الأمريكان لم يجدوا الشريك الحقيقي لمكافحة الإرهاب؟ ومن وجهة نظرك من هو الشريك المتأهل لأن يكون شريكا في مكافحة الإرهاب إلى جانب مع الجانب الأمريكي والعالم الخارجي بشكل عام؟ نعم الحقيقة أنه الأساتذة وضيوفك يعني أثروا الموضوع كثيرا من عدة جوانب. عندما نتكلم على الأمن القومي والأجهزة الاستخباراتية المهمة، موضوع جهاز الأمن القومي والأجهزة الاستخباراتية لدولة عميقة عمرها 33 سنة ليس نقلها بنقل أشخاص أو أفراد معناتها أنها انتقلت. أنت تتكلم على معلومات وعلى ملفات وعلى أدوات وعلى موظفين وعلى الأدوات في الشارع، وتعرف هذه أجهزة استخباراتية لا تبنى في يوم وليلة، وبالتالي هذه الأجهزة بنيت بشكل متقن مفصل على هذه الأسرة على هذه العائلة لاستخدامه لمثل هذه الأيام، وفعلا استطاعت ونجحت في هذا العموم. في الحقيقة أنه أيضا نحن نلوم أيضا الحكومة الشرعية، السلطات الشرعية أيضا مقصرة تقصير كبير جدا واضح، هي متحاول في الحقيقة، إمكانياتها نوعا ما محدودة وملخبطة في ظل دولة ووجود أجهزة مهترئة ووجود هناك عدد من الأجنحة داخل السلطة الشرعية متناقضة فيما بينها البين ومتضاربة في المشاريع ولديها كثير من الأهداف المتفرقة. فبالتالي هناك إشكاليات كبيرة جدا داخل الأجهزة الشرعية نفسها، هناك صراع كبير جدا وقوي، لكن يجب على الرئيس أن يكون هو اليد العليا والتي تحاول أن تنجز هذا الموضوع، لأنه يفترض أن الأمور الأمنية والاستخباراتية هذه يفترض أنها أشياء عليا ليس فيها مزح ولا يوجد فيها أي محاباة للطرف الفلاني أو العلاني أبدا. فبالتالي هناك فرصة كبيرة جدا في وجود ظل دول التحالف التي لديها خبرة أمنية كبيرة جدا وإمكانيات أيضا. يجب أن تحصل ثقة في الأساس بين الحكومة الشرعية وبين دول التحالف وبين الأجهزة الأمنية الموجودة اليوم في المحافظات الجنوبية، على نتكلم عن المحافظات المحررة
لخلق هذا الجهاز بشكل صحيح، بشكل دولة، ليس بشكل عائلي أو بشكل ضيق جدا كما بناه عليه عبد الله صالح، واستغلال كل هذا الوقت من أجهزة الأمنية والاستخبارات العسكرية لدول التحالف والحكومة الأمريكية. الحكومة الأمريكية بالمناسبة مثل ما ذكرت سابقا ستأخذ المعلومة الحقيقية التي سوف تأكد منها فيما بعد من أي طرف، هي تتفق لديها تجربة كبيرة جدا مع الأجهزة الاستخبارات علي عبد الله صالح، وبالتالي موضوع الإرهاب أي وقت فيه مستقطع تفصل فيه المعلومة من جهة لجهة تحدث فيه إشكاليات كبيرة جدا. فالحكومة الأمريكية لا تستطيع أن تترك هذا الجهاز وتنتقل إلى مكان آخر في ضيق وتبقى هناك ثغرة بين نقلة من هنا إلى هناك، فبالتالي هذا الموضوع بحاجة إلى قوة كبيرة جدا وإثبات واقع حتى تستطيع الإدارة الأمريكية أن تثق في هذا الجهاز التابع للحكومة الشرعية والرئيس عبد الله منصور هادي، لأنه هذا الموضوع مثل ما ذكرت سوف يعطي الحكومة أيضا ثقل كبير جدا أمام المجتمع الدولي، وهو جهاز وجهة مهمة جدا وتوجه حقيقي لإثبات شرعية الدولة. الشيء الآخر الذي أريد أن أتكلم عنه اليوم حول موضوع الإرهاب، إذا رأينا الإرهاب، الجماعات المتطرفة والإرهابية اليوم لو رأينا في الخريطة الجغرافية تنفذ عملياتها معظمها إلا تكون غالبها هي في الأراضي الجنوبية. قد يسأل سائل يقول ما هي الطلاسم التي استطاع هذا النظام خلقها في الحدود؟ طبعا نحن نرفض أن تسفك قطرة دم واحدة لأشقائنا في الشمال، هذا طبعا مبدأ ولا نقبلها أبدا، لكن أنا أقصد أنه هذه الجماعات المتطرفة عادة ترفع شعار العداء لمن يختلف معها مذهبيا ونوعه، فمن يختلفون معها مذهبيا وطائفيا وتوجههم هم في المناطق الشمال، يعني في صعدة وفي ذمار وفي صنعاء. لا يعقل يا سيدي العزيز في سنتين خلت من الحرب أن صنعاء تكون آمنة وصعدة تكون آمنة وذمار تكون آمنة وكل المحافظات الأخرى ولا يوجد أي تحرك لهذه الجماعات المتطرفة، وكأن هناك حاجز لا تستطيع هذه الجماعات أو الأفراد التنقل فيه، مع العلم أنهم استطاعوا أن يكونوا موجودين في أماكن توجد فيها دول التحالف والحكومة الشرعية وغيرها من الأجهزة الشريكة لهم في هذه الحرب، واستطاعوا أن يخلقون اختراقات وقتل ودمار وعمليات انتحارية وتفجيرية في كل مكان. فبالتالي هذا سؤال كبير جدا يجب أن يكون واضح للعيان، ويجب أن تثبت هذه الحكومة الشرعية الارتباط الحقيقي بالدليل الملموس للأمريكا وللدول الأخرى بأن هناك رابط حقيقي بين الرئيس المخلوع ونظامه وبين هذه الجماعات المتطرفة التي يريد من خلالها أن تنفذ مشاريع يثبت للعالم بأن الجنوب هذا إن انفصل أو عاد أو خرج هنا أو هناك سوف يكون البديل لهذه الجماعات المتطرفة. طيب. هذه الرسالة يريدون إيصالها، لكن بالحقيقة الجنوب لن يتخلى عن مكافحة الإرهاب، كان شريك أساسي. هل ترى أن الجنوب شريكا، الجنوبيين مثلا هل هم متأهلين لأن يكون الشريك الأمثل لمكافحة الإرهاب؟ الحزام الأمني أنت تنظر أو ترى وتتابع ما يبليه الحزام الأمني في المناطق الجنوبية، وحتى أريد أن أسألك لماذا استهداف جهاز الحزام الأمني في المناطق المحررة؟ فهل ترى أنه الجنوبيين عندهم استعداد لأن يكونوا شركاء في محاربة الإرهاب؟ سيدي العزيز، نحن أول وأكبر المتضررين من العمليات الإرهابية هم الإرهاب بشكل عام، ونحن ضده نقف كله سواء ضد الجنوبيين أو ضد غيرهم. الإرهاب لا دين له ولا لغة له ولا مذهب له، فبالتالي الجميع ضده. لكن احتضررنا كثيرا، العمليات الإرهابية حصدت كثير من شبابنا ومن النساء ومن الأطفال، ودمرت كثير من المنازل وأفسدت الحياة العامة في الحقيقة، والاستثمار والتنقل للناس، وأفسدت الوضع الاجتماعي داخل الناس. عندما نقول هل الجنوبيين سوف يكونون يعني مؤهلين لهذا الأمر؟ نعم، الجنوبيين إذا خلقت حاضنة حقيقية، توفر المناخ الحقيقي لمكافحة الإرهاب سوف يكونون الأوائل. أثبتوا في 2011 الجميع يشهد بذلك عندما شكلت لجان شعبية ودعمت دعم بسيط جدا في محافظة أبيان، الجميع يشهد ذلك. انسحب اللواء مهدي مقولة قائد المنطقة العسكرية الرابعة آنذاك بألوية كاملة وسلمها القاعدة، وأتوا شباب محافظة أبيان على وجه الخصوص ومن ناصرهم من لجان شعبية، الجميع شهد ذلك بما في ذلك الحكومة الأمريكية، واستطاعوا استئصال القاعدة يومها عن بكرة أبيان من شأفتها. لهذا هم مؤهلين ولديهم تجربة. لكن مكافحة الإرهاب بالمناسبة ليس مباراة كرة قدم أو مناظرة في تلفزيون أو كلام في صحيفة. مكافحة الإرهاب هو عبارة عن أدوات يعني يجب أن تكون مع بعض ومتكاملة تماما، ويجب أن تتوفر. إذا توفرت هذه الأدوات ووضع الثقة الحقيقية وتم تدريب وتأهيل ووضع ثقة في هذه القيادات والكوادر الجنوبية الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، سوف يكونون منجزين فعليا. لأن أولا عوامل النجاح لهم تكمن في التالي: أولا أنهم متضررين، الشيء الآخر أنهم لديهم مشروع سياسي يقاتلون من أجله، الشيء الثالث
بأنهم يعرفون بأنه العدو الأكبر لهم ولقضيتهم ولأهلهم هو هذا الداء الكبير الفتاك الإرهاب بكل أنواعه وأشكاله بما في ذلك الإرهاب الذي يمارسه المخلوع صالح والحوثيين. فبالتالي عوامل النجاح متوفرة كبيرة جدا، والتأهيل بحاجة إلى شراكة. كل الدول التي كافحت الإرهاب، الأنظمة القائمة بالمناسبة لم تستطع أن تكافح الإرهاب وحدها أبدا إلا عندما استطاع شركائها دعمهم وإعطاهم الثقة الحقيقية والإمكانيات المادية الملموسة لذلك، وتأهيل الكوادر في هذا الأمر، وتمرير المعلومة أيضا والشراكة الحقيقية حول نقل المعلومة. فإذا وفرت هذه المهام، الجنوبيين اليوم مؤهلين أكثر من غيرهم وأكثر من أي وقت مضى. أعود للسيادة العميد أحمد الربيعي، وفي الحقيقة تعددت المسميات سعادة العقيد أحمد زين الربيعي، هناك القاعدة وهناك داعش وهناك أنصار الشريعة وجيش عدن وتنظيم الجهاد، وبالتالي كل الأمور هذه ينتج عنها قتل ودم. والسؤال، ما هو الفرق بين هذه الفصائل ومن الذي ينفذ العمليات الإرهابية في هذه الفترة في هذه الأثناء؟ أنا في اعتقادي أنه جميع الفصائل الإرهابية التي ذكرتها هي كلها تسير في مصب واحد، وطبعا تكون لها قيادة وهي لها قيادة واحدة، بس اللهم أنه التصنيف لهم درجات معينة من أجل تضليل الرأي العام الوطني والعربي والعالمي بأنه عندنا منظمات إرهابية متعددة. يعني كل ما زاد عدد المنظمات الإرهابية كل ما كان هناك في استثمار، يعني كل ما كان عندهم تحصيل أكثر، كل ما كان عندهم تحصيل أكثر وفوائد أكثر. هما يعني من أجل الربح، زي ما استخدموا يعني الإمكانيات المادية الأمريكية والأوروبية في بناء جهاز مكافحة الإرهاب وقوات مكافحة الإرهاب، وبالأخير هذه القوات كلها استخدموها لمصلحتهم لعمايتهم، كما فعلوا بعض الفاشستيين في إيطاليا وفي ألمانيا، وهكذا الحال يعني يسقروا لمصلحتهم وكأنها أسر لهم. لا يهمهم مصالح شعبهم. سيادة العميد، استهداف المباني الحكومية، أنا أقرب لك الصورة، استهداف المباني الحكومية والمنشآت الأمنية، إلى ماذا يهدف هذا الأمر؟ مثلا هل هذا الأمر يندرج تحت بند جهادي أو ديني؟ يعني من منطلق عقائدي أنت تذهب لتفجر المنشآت الحكومية؟ يعني مثلا في فترة من فترات القاعدة يعني معروف شعارها ضد الصليبيين واليهود، طيب ما هو دولة مسلمين أنت بتفجر فيهم ليش؟ تحت أي بند؟ لا يعني مرافق حكومية، هذا زي ما هو موجود مثلا قبل أيام في مبنى إدارة محافظة لحج، الهدف ليس هو مبنى محافظة لحج فقط بل هو أسقاط المحافظة باعتبارها محافظة يعني شكلت سهم حربة بالنسبة للإنقلابيين بالنسبة لصالح، ولهذا لابد من إسقاط هذا وعمل فيها مشاكل. لكن كانت لهم قوات الحزام الأمني والمقاومة الشعبية والجيش الوطني وجماهير الشعب في الجنوب عامة كانت لهم بالمرصاد وأفشلوا ذلك المخطط وما يتكلون بأي اتجاه من هذا النوع. طيب سؤال أخير قبل أن أختم معك سيادة العميد أحمد الربيعي، هل ترى أنه الجهاز الحزام الأمني يعني من خلال هذه التجارب التي أنت تتحدث عنها والصالح العولقي يتحدث عنها وكذلك العميد المرفدي، هل جهاز الحزام الأمني ربما لو دعم ببعض المستلزمات والمتطلبات له هل هو يعتبر يعني الجهاز الأمثل لمكافحة الإرهاب في المناطق المحررة؟ ولماذا يستهدف هذا الجهاز بالإضافة إلى أماكن تجمع المجندين الذين يريدون أن ينخرطون في الجهاز الأمني والعسكري؟ يعني إعاقة، هو الهدف الكامل هو إعاقة، هو يعني إنهاء الحزام الأمني، لأن هذا الحزام الأمني عنده عمل سياسي بين أوساطه هو العقيدة الوطنية والإفال القسم العسكري. جميل. هذا الجهاز الأمني وهو الذي يراهن عليه شعبنا بأنه هو اللي سوف يحسم الأمر، ولهذا هو لا يريح وجوده الجهاز الأمني هذا الجهاز. بالإضافة إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تكتل عسكري موجود سواء من خلال يعني إنشاء معسكرات إنشاء هذا، يعني هما يعملوا على أفشاله، وهذا شيء طبيعي وأمر طبيعي هم بيشتغلوا بهذا الاتجاه. أنا أقول لك أنه هذا الجهاز الحزام الأمني هذا هو يحتاج بالفعل إلى تفعيل، إلى
رفضوا بعناصر. هل سيرتقي يوم من الايام الى ان يكون يعني قوه في مكافحه الارهاب؟ هل تتخيل انه سيصل او لديه القدره ان يكون هو يعني وحده مكافحه الارهاب كالقوات الخاصه مثلا؟ نعم. طيب نعم بالتأكيد. شكرا بس يحتاج له تأهيل بس فقط. طيب يحتاج له إمكانيات. شكرا لك الخبير العسكري والأمني والاستراتيجي العميد أحمد زين الربيعي، شكرا جزيلا لك وعلى مداخلتك، ولنا تواصل بإذن الله في حلقات قادمة. بالعودة إلى سيادة العميد محمد المرفدي، وبالحقيقة ما هذه الجماعات الإرهابية، ما هي الطرق والأساليب التي تستطيع من خلالها دغدغة مشاعر الناس؟ هم يستغلوا الظروف والأوضاع الاجتماعية الموجودة لبعض الشباب، أيضا يستغلوا الجانب الفكري العقائدي، دغدغة مشاعرهم باسم الظلم وباسم الدين وباسم رغم الدين الإسلامي بريء من كل هذه، أو القيم الإسلامية بريئة من كل هذه الأعمال الذي يقوم بها، لأنه الدين الإسلامي هو المعروف بالوسطية والسماحة ويعني وليس بال هؤلاء يعني الطرف الآخر الحوثيين مثلا يوزعون مفاتيح وروح على الجنة. لا حقيقة الإرهابيين لا نفس الحكاية. أنا أشتي أقول لك حاجة واحدة، أولا يعني لا نخلط هذا، لا يستخدموا الإرهاب، الإنقلابيين يستخدموا القوى الإرهابية، لكن هم يمارسوا الإرهاب نفسهم عمليا. أنا أعطيك مثال، هم يرفعوا شعار برضو أيضا الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لكن من هم الضحايا؟ الشعب اليمني. هذا الشعب اليمني، وأيضا الدول يعني يهددوا الدول المجاورة، الدول الإسلامية، ولا ننسى الصاروخ اللي انطلق يستهدف أيضا مكة، الحرم. إذن أنا أقصد وأيضا تهديد السكان في هذه المنطقة وهكذا. أنا أريد أن أقول لك أنه بالنسبة للإنقلابيين هم عبارة عن يد للأطماع فارسية في المنطقة، ويستخدمون الإرهاب يعني. أنا أعطيك الدليل الآخر، لماذا الإرهاب منذ بداية التسعينات أو منذ الحرب في أفغانستان لم يستهدف إيران ولا بعملية واحدة؟ لا إيران ولا إسرائيل. أنا أتكلم لماذا يعني بتحديدا، أنا أتكلم بتحديدا لأنه الارتباط الحالي الآن أنه إذن في أدلة كثيرة حول من هم المتواجدين ومن لهم من لهم لهم انتماء بالجماعات الإرهابية على مختلف أشكالها، أيضا مصادر تموين وتسليح وغيرها. لا أنا أعطيك شيء آخر، نحن في أنا أريد أن أوصل أن القصة مش قصة القتل والمكافحة المواجهة العسكرية مع الإرهاب رغم أهميته، لكن في أشياء يجب أن تكون موجودة في ذهننا، وهي كيف العمل سواء في الجانب التوعوي الإعلامي للحرب، كيف نمنع وصول أدواتهم ووسائلهم للتأثير على الشباب. واحد في هذا الجانب يأتي دور العلماء والمثقفين وغيرها تملك في هذه نفس الكلام. يعني هل أنت تتوقع أنه العمل هذه الأعمال الإرهابية يجب أن يسبقها أعمال استخبارية الذي تسبق العمل الإرهابي؟ توفر المعلومة. أيوة هي طبعا هدف العمل الاستخباري هو وصول إلى معلومات من أجل فعلا أن نكون قادرين على وهذا اللي حققوه الأخوة في المملكة في هذا الجانب. يعني أصبحوا لم تعد هناك عمليات ولكن استباقية الكشف لهذه العناصر في خلاياها وتكويناتها، وهذا التقدم. الإرهاب اليوم في اليمن مع الأسف الشديد استفاد، وهو المستفيد الأول من العملية الحرب القائمة في اليمن، من العملية الإنقلابية وما شملها، رغم أنهم هم يعني مسيرين له، لكن أيضا كمان المشكلة أنه يعني هم المستفيدين الأكبر. أنا أقول من هذه الأوضاع الاستثنائية في اليمن بشكل من كل ناحية، حتى من حيث التسليح سوف تظهر الأيام بأن هناك يعني تسليح غير عادي متوفر لدى
هذه العناصر بخلاياهم في جحورهم أينما كانت موجودة، وتحديدا موجودة في المناطق ذات الوعورة الجبلية ذات لا تستطيع الوصول لها. وأكبر دليل أنه الآن أكبر تركيز أكبر عمليات تمت لقصف المناطق اللي يتواجد فيها هذه من قبل من البوارج وبالطائرات بدون طيار وغيرها كذا. الشيء الآخر أنا أقول، أنت ذكرت والأستاذ أحمد أيضا والأخ أيضا أحمد زين مسألة الحزام الأمني. الحزام الأمني وأيضا إدارة الأمن في عدن والسلطة المحلية في عدن بقيادة المحافظ وهكذا، هم أنفسهم كانوا هدف كما سبق للإرهاب وما زالوا كما حدث مع الأستاذ يعني طبعا المحافظ السعد رحمة الله عليه الله يرحمه يعني، وأيضا قتل العديد من الزملاء في يعني بدون أي سبب بعضهم في يعني نتيجة الاستهدافات طبعا الغير مبررة بعض الأحيان لشخصيات اجتماعية نتيجة مكانتهم الدينية أو الاجتماعية أو السياسية. فأنا أشتي أوصل أنه الحزام الأمني تعرض ويتعرض حقيقة في الفترة هذه الأخيرة لهجمة شرسة. من أي نوع هذه الهجمة؟ والله حقيقة أنا عسكرية يعني أنا بتكلم حقيقة أولا تشويه إعلاميا ودعائيا بعدها تجي أيضا الاستهداف المباشر من قبل الجماعات هذه الإرهابية. هل الجماعات الإرهابية في اليمن يعني هي بمعزل عن الجماعات الإرهابية الموجودة يعني داعش في سوريا في العراق في بعض المناطق الأخرى في ليبيا، أم أنها يعني مرتبطة فيها؟ يعني نحن الإرهاب عندنا في اليمن مرتبط بالإرهاب اللي يدور في المنطقة. أنا مثلا ما شفت يوم من الأيام مثلا يعني البغدادي تطرق مثلا للإرهاب في اليمن أو الظواهرية وكذلك حتى أسامة بن لادن. فلذلك هل الإرهاب والعمليات الإرهابية في اليمن مرتبطة بالمراكز الخارجية أم إنها منفردة؟ حقيقة أنا أقدر أقول لك أنه في فترة معينة سابقا وجد هناك ارتباط بين القاعدة كتنظيم سياسي وأيضا ما سميت بعدها بالجزيرة باليمن والجزيرة فتعملك كتنظيم إرهابي للقاعدة، كان في ارتباط نوعا ما وكانت تقوم تصريحات أو بعض المواقع المعلوماتية للنشاط هذا تقوم ببث ومقدماته أو أيضا بعد الحادث فتعملك فيما يتعلق ببعض العمليات الإرهابية. لكن بالنسبة لداعش أنا ما اكتشفت ولم رغم أنه في مواقع محددة لداعش، لكن ما تتبناها داعش في اليمن لم يحدث. أن هذه المواقع المعروفة لداعش بالشام وهكذا وغيرها حيث ما موقع هذا يجي. شكرا لك. شكرا لك. خلاص انتهى وقت الحلقة. الشكر لك سيادة العميد. أنا أشكركم وأنا كمان. شكرا لك. شكرا لك سيادة العميد محمد المرفدي الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. كذلك الشكر موصول للأستاذ الكاتب المحلل السياسي أحمد صالح العلاقي كان معنا من واشنطن. الشكر كذلك للعميد أحمد زين الربيعي المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية. بين قوسين أو حصاد هذه الحلقة مشاهدينا الكرام أن هناك ارتباط كبير بين العمليات الإرهابية وبين الانقلابيين والمخلوع علي عبد الله الصالح. ظهر جليا من خلال كلام الأستاذ أحمد العولقي أن هناك في توجه أمريكي جديد لمحاربة الإرهاب في اليمن وفي المنطقة بشكل عام، وأنه لابد أن تكون الحكومة اليمنية شريكا أساسيا في مكافحة هذا الإرهاب. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الذين كانوا معي في حلقتنا لهذه الليلة، وكذلك أشكركم أنتم مشاهدينا الكرام. نلتقي نحن وإياكم في حلقة قادمة من بين قوسين. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.